جينا على جنب نحب نطلبوا حقنا، لا تعب رانا تعبين بالرسمي تعبين، رانا معاش لاقين بني، رانا نخدموا ب10,000، رانا نخدموا نجوم الا ربعه نتاع الصباح وتعبين، وعندي 3 صغار وساكنه في دار بالحجر ما طلتش باش ن... باش ن... باش نلايقها ولا حاجه، راني ساكنه هكاك في دار في بحجرها ساكنه ونخدم ب10,000، وراجل اللي عامل يومي يخدم في المرمى ما عنده حتى شيء، يخدم ب20 النهار و25 ما لحقنا حتى شيء. هذاك طالبين احنا طالبين ها نايم ولا دعمر من المزون نخدم في الساقوي، نخدم في الساقوي في الفلفل، نخدم في البيوت في الباش في السخنة، ونخدم ونروح الماضي ساعة في السخنة وحالتنا كي نقول لك ما ها نركبوا في النقل نعرضوا للنقل، نمشوا للنقل نعرضوا ظلام، نقعدوا في الكياس نستنوا في البرد ها نخرج الماضي ساعة، نخرج ساعة الساعتين ما كملوش، لازم يقول كملوا كملوا لي البيت هذيك يلزمها تكمل، نخرج ساعة الساعتين ما عندناش وقت معين، كل مرة كيفاش كل مرة كيفاش، المهم يلزمنا هم يزيدوا في الوقت، هم يزيدوا لنا يقولنا زيدوا اخدموا، وما يزيدوش في ما يزيدوش في الفلوس، تبغي ديما 10,000 حتى نروحوا ما يزيدوناش في الفلوس. حالتنا تعبة مش تعبة فوق التعبة مو غادي، متجوزة عندي 3 صغار، راجلي عامل يومي عامل يومي يخدم نهار يخدم 10,000 ما يكفيش، لكن اش باش يعمل العبد بالسيف يخدم وتحبس الخدمة ما ثمش تحبس انت ما ربي سبحانه وتعالى، ربي سبحانه وتعالى العبد تعب تعب على الاخر، ربي نطلب من الوزارة يعاونونا يعطونا كارني ابيض على الاقل كارني ابيض، راجلي يجري يمشي ويجي للكارني الابيض وما يمشي ويشير للكارني الابيض ويقول لا لاباس عليك معاك تمشي على قايم قدك ولا باس، وما عندنا حتى شيء ربي هو اللي يعلم بينا. اسمي اماني بن عمر، اسمي اماني بن عمر جايه من الدواره وما يعلم بيا كان ربي، نوض الصباح نمشي نخدم من 3:30 نخدم في الساقوي، عمري 14 سنه نخدم في الساقوي، نوض ونكل نجيب على 10,000 ونكل ما نجيبهاش، ال 10,000 اللي نجيبها ناكل عليها وسخ وذني عند الفليح. يبدا يقول لك ما تعرفيش وكل شيء ونايمة تو باباي ما عنديش، اش نعملني؟ ماني لازم نخرج لازم نعاون باباي. لازم نخدم وزاد عندي وناي نقرا في السابعة عندي دوسي المدير ما قدهوليش في بوزيد طويكة انكل نقرا انكل ما نقراش وتو ما نيش نقرا مش نخدم في الفليحة وانت نطرح حيل الدار نكفيني راي ما تشيفش لا دار من ايقا لحد شي رفو بينا بالله رفو بينا. هذا كو جيت اليوم باش العبد فماشي يعملوا له حاجه يخدمها في ايديا ولا حاجه خلي يحسن بها الوضع.